لا طبعا طبعا، فكره من وجهه نظري كارثيه بكل ما تحمله كلمه معنى. اولا استدعاء موقف والقياس بيه على موقف اخر، كل واحد ده ظلم بين. اولا احنا انسحبنا من قبل ما البطوله تبدا، وقت قرر الكابتن صالح سليم تسعينات، ده كان وقت، ثم ما كانش فيه في الاعتبارات زي دلوقتي، لا الاسباب التسويقيه ولا نادي اكتر تتويجا على مستوى العالم، ولا كل ده ما كانش بيضيف ولا نادي القرن ولا مكافات، حتى لو لسه بعيد، ولا الملايين. ولا انا يا كابتن اسلام، انا نادي مختلف، انا مش نادي بصرف تقريبا 200 مليون في السنه ما اعرفش مواردهم منين علشان في الاول وفي الاخر انافس على دوري. ده مش الاهلي بس، انا ما بتكلمش على اي منافس ليا محلي، لا في كل الدول، في كل قاره. انا ليا تارجت معين، باخد من افريقيا فلوس كده، باخد من كاس العالم كده، باخد نظير عقد الرعايه اني بشارك في افريقيا وان باخد افريقيا وان المرشح دائما في افريقيا وان مرشح دائما لبرونزيه كاس العالم، فده بيزود قيمه التسويقيه. فانا اجي بايدي اسيب كل ده علشان يعني انا بدي الناس السلاح اللي تضربني بيه علشان قرار الناس شايفاه ان هو هيحفظ هيبه الاهلي. لا، الانسحاب عمره ما كان حفاظ على هيبه نادي ابدا، حتى لو كلنا كنا عارفين ان هي مسرحيه هزليه، مسرحيه معده، واحنا عارفين وقلنا للناس كلها ان احنا عارفين، بس انت لا تملك خيار الانسحاب اطلاقا.